السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لكم الدالة العشوائية. العشوائية اللي هي ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي عايز تظبط تعمل مثلا اللي هو سورت او يعني اللي هو ايه، اعادة ترتيب الحاجات. او لما تيجي مثلا بص الاوبشنز اللي موجود في الاكسل، لو انت عايز مثلا تعمل اعادة ترتيب للحاجات دي للاسامي دي، هتبقى حاجتين، لا اما من A to Z لا اما من Z to A. يعني من A to Z هتبقى A B C D E وهكذا، او من Z to A اللي هي U وهكذا، يعني من تحت لفوق او من فوق لتحت. طب انت دلوقتي انت عايز تعمل الترتيب بتاعهم ترتيب عشوائي، يعني ما يبقاش ولا A to Z ولا Z to E. فنعمل ايه؟ تيجي هنا وتيجي تعمل يساوي وتعمل راند دي اللي هي راندوم، وتيجي تعمل كده وتروح قافل القوس وهيديك رقم، تيجي تعمل كده هيديك ارقام. بمجرد ما هتفلتر كده وتيجي تعملهم largest smallest هكذا، يو سي سي اي ال وهكذا، دي الاسامي اللي هي اتعدلت تعديل اللي هو تعديل اللي هو عشوائي. يعني مثلا ايه ال A تبقى C. بص لو لحظة كده هوريكم، هديكم كده مثال تاني. بصوا كده في المثال ده، اول حروف A اللي هو عادل ابو عادل احمد وهكذا، بعد كده لو في B، لو في بعد كده H وهكذا. طب انت دلوقتي عايزين نعدل، احنا دلوقتي عامل لهم sort من A to Z. طب لو عملناهم من Z to A هيبقى اللي هو زد اخرها وبعد كده يو واي وهكذا. طب لو انت بقى عايز تعملهم ترتيب عشوائي، بتروح دايس يساوي راند اهو، وتروح قافل القوس وتروح دايس انتر، هيديك رقم كده عشوائي، وهتروح مفلتر على الرقم ده وتعمله لارجست سمولست، يعني من اكبر لاصغر او من اصغر لاكبر مش هتفرق، بس هي في الاخر هيديك نتيجه عشوائيه اهو. بس كده ونروح ماسحين كده، حتى الام بعدها زد فالرقم عشوائي، بعد الزد اي فانت الرقم او الترتيب ترتيب بقى عشوائي. ودي فعلا حاجات كويسة عشان لما تيجي تبعت داتا معينة لحد انت مش عايزه يشوف الداتا بالترتيب، فتبعتها له اللي هي مهرجلة كده او عشوائية، هي دي اسمها راند او راندم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. وما تنساش طبعا تشترك معايا في القناة وتعمل لايك، انا بعمل حاجات فيديوهات كتير جدا لأكسل وساعات، فاتمنى تشترك معايا وتنضم ونبقى اصدقاء بإذن الله. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.